وإنه لشرف عظيم للمؤمن أن يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله. أي سرور يدخل على القلب والمؤمن يشعر أنه يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه سعادة للقلب وعز للفرد وكمال للفعل، أن يكون فعل العبد للعبادة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم من غير نظر إلى كونه واجبا أو غير واجب. يعني الذي ينبغي على المؤمن أن يبحث عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويأتسي به في الفعل من غير نظر إلى كون السنة أو كونه يعني واجبا. وهكذا كان السلف الصالح في العبادات، ما كانوا يسألون هل هذا واجب أو نفل، كانوا يسألون عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه يعني المؤمن، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ويتأكد الأمر في الصلاة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري في الصحيح.